بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مشاهدينا الأعزاء أسعد الله مساءكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دائما في برنامجكم بوليتيك في بوليتيك والذي يساير هذه الأحداث والحراك السياسي في بلادنا قبل الانتخابات الرئاسية المسبقة التي ستجرى يوم السابع من سبتمبر من هذه السنة ضيفنا اليوم أو ضيف الحصة هو العدد الخامس من هذه الحصة بعد عدة أحزاب وتكتلات سياسية سوف يكون لنا أيضا حديث مع حركة حمص الممثلة في أمينها الولائية ورئيس المكتب الولائي الدكتور عباب الطاهر أهلاً وسهلاً بك أهلاً وسهلاً بك أستاذ وعضو المكتب الوطني والرئيس الحركة السابق المكتب الولاي هشام التواتي أهلاً وسهلاً بك شكراً بارك الله فيك شكراً أه كلكم تعرفون حركة حمص هو حزب من الأحزاب الرسمية والقوية في الجزائر إلى عدة أحزاب أخرى كحزب جبهة التحرير الوطني وحزب لارندي وحزب استطاع أن يساهم في إنجاح العمل الديمقراطي منذ تأسيسه ومنذ التعددية الحزبية في الجزائر فدائما كان من ضمن الأحزاب القائمة والمشاركة والمعارضة أيضا ولها وجهات نظر كثيرة إذا هم من بناة الديمقراطية داخل الجزائر لا ينكر هذا إلا جاحد والدليل على أنهم مستمرين شاركوا كثيرا في انتخابات ولهم ممثلين على مستوى البرلمان وعلى مستوى المجالس المنتخبة وكانت لهم حقائب حتى في وزارات سابقة والعديد المكاتب الولائية على مستوى المدراء التنفيذيين الولائيين هو حزب متواجد له حساسية سياسية تختلف عن عدة أحزاب ولكن يشترك في حسه الوطني والسياسي ومن أجل بناء هذا الجزائر اتشرف اليوم بالدكتور سيد طاهر عبابه وهو الرئيس الحالي للمكتب الولائي لحركه خميس بالوادي اول سؤال ونحن مقبلين على انتخابات وكلنا نعرف عندما دعا رئيس الجمهوريه الى انتخابات مسبقه وكانت هناك عديد المواقف وردود الافعال من طرف القوى السياسيه والتكتلات السياسيه بالدرجه الاولى نسال موقف حمص من هذه الدعوه الى انتخابات رئاسيه مستعجله او قبل نهايه العهده ما هو موقفكم من هذه الدعوه الجمهورية وكيف تنظر حماس الى العمل الديمقراطي او ربما العمل السياسي بعد هذا الخمول وهذا الركود الذي طال الساحه السياسيه لعده ظروف تفضل سيدي أه شكرا جزيلا أستاذ احمد ديدي على هذه الاستضافه في قناه التحرير في هذه الحصه المتميزه بوليتيك في بوليتيك أه والتي تسهم في نشر الوعي السياسي والثقافه السياسيه لدينا جميعا ولدى المستمعين أه طبعا اعلنت حركه مجتمع السلم موقفها المرحب بالرئاسيات وتقديمها ربما التقديم كان عامل العامل الدولي مساهما في تقديم الرئاسيات في الجزائر ذلك ان العالم يمر بلحظات تحول مشهوده ويمر باضطرابات واحداث عديده يمكن ان تلحظ ضغطها الواضح على الاحداث في العالم فهناك كثير من الاضطرابات حول الجزائر كوضع اقليمي وفي العالم العربي تصدره معركه طوفان الاقصى الان وكذلك كل تحولات وصراعات المعركه بين روسيا واوكرانيا وغيرها فتجد كثير من الدول الان تريد ان تبني مؤسسات ديمقراطيه في دولها حتى تستعد لهذه المرحله التي كما قلنا فيها هذه العوامل التي لها تاثير مباشر وغير مباشر على هذه الدول. نحن نثمن القرار، قرار تقديم الرياسيات كما ثمنته الحركه في حينه وانه ونحن دائما نثمن الرجوع الى المواطن والاختيار المواطن كهو من أهم الوسائل الديمقراطية فالرجوع للوطن هو حماية وهو يعطي للمصداقية الانتخابات ويعطي لها البعد المطلوب من تحصين الجبهة الداخلية وغيره ولذلك نحن نحمل ونحن إن شاء الله مستعدون كون أي حزب عمله الأساس هو الاستعداد للمحطات الانتخابية جميل نعم. هناك عدة عوامل خارجية وداخلية ذكرها رئيس مكتب الولائي لحركتكم في هشام في نظركم أو في تصور الحركة ما هي المتطلبات المرحلة الراهنة التي تدفعنا إلى أن تكون هناك قراءة جديدة للواقع السياسي الدولي والمحلي من خلال هذه المنتخبات أو خلال هذه الانتخابات القادمة إن شاء الله نشكر نشكرك استاذ احمد على الاستضافه كما نشكر من خلال قناه التحرير على فتح هذا الفضاء الاعلامي على مستوى ولايه الواد هذه الولايه الجنوبيه البعيده على كثير من الفضاءات الاعلاميه حيث نجد ملجانا في هذا في هذا المنبر ربما هناك العديد من العوامل والعديد من المبررات التي يجب ان ننتبه لها في المرحلة القادمة من بينها التحولات الكبيرة كما اسلف ذكر الدكتور طاهر على, على المستوى الدولي على المستوى الدولي يعني. والمستوى الإقليمي, نعم. الإقليمي, الاقليمي المستوى الاقليمي تحديدا بالضبط لان لان المستوى الاقليمي هو اكثر اكثر تاثيرا نعم من التغير التغيرات الدولية التأثير هناك انعكاس، هناك إسقاط محلي ووطني و... أكيد لا يمكن الهروب منه ولا يختلف. بالمباشر. نعم، مباشر، يختلف فيه اثنان، خاصة ما يجري على مستوى الحدود، حدود. ال... مالي ونيجو الجزائر، ونيجو مالي بالنعم. وليبيا والنيجر والحدود الغربية أيضا، ومشكل، المشكل المتجدد قضية 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 فلسطينية أيضا التي لا تعيش بمعزلاً أثناءنا إحنا أصبحنا نستشعر أن من بين. الجزائر حدود مع فلسطين. كنا نتمنى ان تكون حدود حقيقيه وحدود جغرافيه ولكن استطاعت الجزائر بموقفها ان تكون دوله حدود ودوله خلال هذه المواقف المشرفه في القضيه الفلسطينيه وما زلنا ندعو الى زياده الدعم والى رفع الموقف الى مستويات مستويات اعلى في في المرحله القادمه تتطلب ذلك. الجانب الأمني أيضا أصبح هاجز, هاجز الجميع خاصة بعد الحرب الأوكرانية والروسية وتأثيرها الاقتصادي وتأثيرها السياسي وتأثيرها الجغرافي وما ينتظر تداعيات وتطور أيضا معركة طوفان الأقصى في من من خلال توسع توسع ورقعة الحرب سوف تكون لها ارتدادات مباشره على جميع الانظمه العربيه والاسلاميه بسبب ميولات شعوبها ميولات شعوبها ومثقفيها ومفكريها حول الاخذ بأولوية الأولويات لو القضية الفلسطينية سوف تكون هناك نتوقع أن يكون هناك ضغط شعبي أكبر في المرحلة القادمة وخاصة إذا زادت رقعة ما علاقة هذا الكل بهذه الانتخابات المسبقة علاقة هذا بالانتخابات المسبقة كما قلت أن الموقف الجزائري وموقفنا نحن حركة مجتمع السلم بالذات القضية المركزية والأساسية القضية الفلسطينية وهي تحرير تحرير البيت بيت المقدس وهذا يعكس على مزاجية المواطن العربي والمسلم يعكس على مزاجيته من خلال تفاعل السلطة ومواقفها مع هذا مع هذا العدوان الصهيوني الهمجي ايضا المواقف الهزيله والهزيله جدا لاغلب الانظمه العربيه الدول العربيه الانظمه العربيه الغياب التام لجامعه الدول العربيه ايضا والتناقض الحادث او التناقض الحاصل في المجتمع الدولي والمؤسسات الدوليه هناك تناقض صارخ حيث تميل كفة كل الميل تجاه الكيان الصهيوني والتي وهذا الميل الذي تقوده تحديدا الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد الاوروبي وهذا اكيد هذا اذا كان هذا اثر اثر, أثر على صعود اليمين الان في اوروبا واثر على الانتخابات الامريكيه وانت ترى ان الجوله هذا المناخ السياسي الدولي في المناخ السياسي الدولي وينعكس على المناخ السياسي المحلي والوطني انت ترى الان ان المناظره التي كانت بين بايدن وترامب اساسها كانت حرب حرب غزه والاباده الجماعيه التي تكون بالضبط وهذا ليس نحن لسنا في معزل عنه وخاصه اننا بكل صراحه شعبا وحكومه نتبنى نتبنى القضيه الفلسطينيه ونقف الى جانب اخواننا المضطهدون ونقف جنبا الى جنب ايضا ضد مجازر الاباده الجماعيه التي نراها نراها كل يوم وانت ترى ان الجمعيات الجزائريه تترصد الان تتصدر مم. عفوا الجمعيات الخيريه الجزائريه تتصدر المرتبه الاولى على المستوى العالمي الدولي وخاصه نعم. العديد من الجمعيات نذكر منها البركه جمعيه العلماء المسلمين جمعيه الارشاد والاصلاح نعم. نعم. وكثير من الجمعيات والناشطين ايضا الناشطين حتى من ناحيه الناشطين الاشخاص والافراد الذين يتصدرون دعم اخوانهم في هذه المحنه والتي ذكرتنا شوف قضيه علاقتها هي بكل صراحه هي ذكرتنا حتى بحرب التحرير الكبرى م. تذكرتنا باول نوفمبر ما وذكرتنا وما اشبه اليوم بالبارحه وما اشبه البارحه باليوم اشبه اليوم بالغد وهو 5 جويليه يوم السبت القادم نعم. يوم عفوا يوم الجمعه 5 جويليه تذكرتنا حتى بحرب التحرير الكبرى وكم دفع الجزائريون من تضحيات من اجل تحرير هذا الوطن والثمن الثمن الآن هناك بين قوسين هناك دفع نحو أن المعركة غزة ثمنها كبير ونسيه أن الجزائر قدمت ثمن أضعاف مضاعفة ما تم تقديمه الآن في غزة في خلال سبعة سنوات ونصف سنعود إلى المعركة التي الدبلوماسية التي أخذتها الجزائر على مستوى الأمم المتحدة في نضالها للمنافحة القضية الفلسطينية وعن حرب غزة في حد ذات ومعركة ذكية كبيره جدا صح حقيقه بينت عظمه الجزيره سنعود لهذا الملف من بعد، نعود الى الى واقعنا الداخلي الان هناك كثير من الاحزاب التي شكلت ائتلاف في ترشيح رئيس الجمهوريه، انتم رشحتم رئيس الحركه، هل هذا يعتبر خروج عن الاجماع ام ترونه هذا هو موقف حمس من الانتخابات؟ ام خاصة اذا كان هناك مبرر اليوم هو يوم اصطفاف وراء مشروع وطني يقوده رئيس الجمهوريه تنموي لماذا لا تكون ضمن هذا هذا التكتل وتاجيل مساله الديمقراطيه والتعدديه الى الى حد ما. اشكرك الأستاذ الفاضل اسوان. نحن قبل اتخاذ الموقف في حركة مجتمع السلم سارت مسار طويل من المشاورات مشاورات التي طالت الصف الداخلي والمؤسسات الشورية الداخلية الولئية وغيرها وطالت عديد الشخصيات داخل الوطن وخارجه وكانت بناء على قراءة مستفيضة للوضع وقراءة متأنية للعوامل الفاعلة في الجزائر وخارجها الإجماع, الإجماع يحصل على التعاطي الديمقراطي الإجماع يحصل على تفعيل الساحة السياسية <applause> آه، ليس شرطا يحصل الإجماع على آه الخيار نفس الخيار وذات الخيار آه، ولذلك كان القناعة اليوم أننا آه ندخل بفارسيا تدخل الحركة بعد نتيجة هذه المشاورات الطويله والمكثفه والدقيقه والمسجله كان الخيار ان ندخل برئيس حركه مجتمع السلم لاننا نريد ان نعطي جرعه جديده في العمليه الديمقراطيه لاننا نريد ان نحيي دور الاحزاب لدورها هي ان تقدم بدائل بدائل في البرامج وبدائل في الرجال لاننا نريد ان نؤسس لمرحله جديده تكون فيها الاحزاب لها حضور سياسي ونشاط سياسي مشاركه سياسيه نعم ولذلك كان هذه العوامل وغيرها كذلك التنوع في الساحه السياسيه مطلوب قد يكون التنوع في حد ذاته فرصه للديمقراطيه وفرصه لتحصين العمليه السياسيه ربما اكثر من من أن اني اكون كلنا في صف واحد فنحن نتعاون مع الجميع وليس لنا اي ملاكفة بل بالعكس نحن الانسجام ننشد الانسجام مع الجميع مع كل الفاعلين مع الطبقة السياسية مع الإعلاميين مع السلطات لأن دورنا ما هو ليس هو معارضة من أجل معارضة أو غيره بل المطلوب هو كيف نقدم لوطننا رجالا وبرامجا ينقلونه إلى طور حضارة جديد ينقلونه إلى تقدم وإلى صف الجزائر كان يمكن أن تكون فيه نظرا لإمكانياتها الكبيرة ولذلك موقفنا ليس ضد فلان أو فلان ونحترم ونقدر مواقف الأحزاب الأخرى كلها وموقف الحركة من الرئاسية مرة بكل بكل المواقف كانت لنا ترشيح ل رئيس الحركة في 1995 الرئيس المؤسس أنا الشيخ مفوض محناح وكان نعم. لنا مساندة وكانت لنا مقاطعة وكانت لنا حرية المناضلين في 2019 وكان لنا رجوع لترشيح رئيس الحركة فكلها إن شاء الله تخدم العملية السياسية وتخدم الديمقراطية التي من صورها الديمقراطية أن يكون هناك تنوع مهو. وبالتالي نظن أن موقف الحركة يخدم بطريقة طبيعية وعادية العملية الديمقراطية أن يكون هناك مرشح حاضر من جهة قوية ومن حزب له انتشار واسع في الوطن له انتشار في كل الولايات له انتشار في أغلب البلديات وله تجربة وخبرة في التعاطي مع هذه الانتخابات الكبرى بحجم رئيس الجمهورية فكانت هذه بعض مقتضيات الموقف الذي كان ونحن سيرون وإن شاء الله مقتنعون تماما بالموقف الذي كان ونشكر كل من التحق بنا وكل من سندنا وعلى رأسهم حركة النهضة مشكورة وبعض الشخصيات وبعض الأحزاب نشكرهم على ذلك ونحن مستعدون لخوض غمار الرئاسيات إن شاء الله هشام على ضوء ما ذكره أستاذ بالعمليه عمليه ديمقراطيه داخل الحزب وهناك حوار عميق داخل مؤسسات الحزب للوصول لهذا القرار لم يكن قرار فردي سطحي فوقي أكيد بل هو قرار ديمقراطي آه نظرا لهذا الحوار بنيت الموقف من خلال آه استشاره كل المجلس الشورى تاعكم والقوى تاعكم الان ربما آه الكثير آه ياخذ كثيرا حركه حمص في منطقه السياسي بين المعارضه وربما حتى المصطلح السياسي اللي جابه الشيخ محفوظ هي المشاطعه بين المقاطعه بين المشاركه والمقاطعه ليس من الدهاء انكم دائما تختارون لكل مرحله رئيس انا ربما كان الرئيس السابق انا اراد ان ياخذ الحركه الى المعارضه في ذاك الوقت استقلال الحراك والكذا اليوم جاء رئيس آخر يريد أن يساير السلطة ويمشي معها في هذه المرحلة أين تكمن سياسة حمص بالضبط لأن الكثير يقول لك هذا نفاق سياسي وكثير يقول بلي حركة متذبذبة وحتى هذا حتى هذا المشهد التي تبنيه معناه داخلة وراح رأسها مثل باقي كثير من علقوا حتى على ربما قرأت التعليقات في هذه في, في, هذه القضية صح جيد أه حركة مجتمع السلم أولا هي جزء ومكون وطني عايش كل المراحل والمحطات الوطنية جميلة جيدها وسيئها حركة مجتمع السلم عارضت في أيام كانت الحزب الواحد أيام كتم الأنفاس ثم حركة مجتمع السلم ساندت دولة وقفت معها في العشرية السوداء يوم التقتيل والاختطاف و ثم حركه مجتمع السلم ساندت من اجل الاستقرار ومن اجل من اجل المصالحه ومن اجل لم الشمل ومن اجل توقيف نزيف نزيف وحمام الدم، ثم حركه مجتمع السلم ارتفع صوتها عاليا بمبادره فساد قف لما لما استشرى الفساد واتمنى ان نعود الى هذا الموضوع فيما بعد إن قاطعت بقانون الماليه قا... تصويت كل... على المالي كل قوانين مقاطعه ليومنا هذا كل قوانين الماليه يعني ان جاي حتى مقاطعه التصويت على الدستور نعم, نعم بالضبط هي. صوتنا على الدستور بلا شاركنا في الحراك قيادات الحركه كلها ومناضليها شاركوا جميعهم في 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 في, في, في الحراك ولكن شاركنا مبدا الوطني مبدأ الحفاظ على الوطن مبدا التغيير الى الاحسن مبدا الدفع نحو الافضل من مبدا مسايره التطور العالمي الحادث انا احنا دول ناشئه ودول ناميه ناميه اصبحت في مصاف الدول الكبرى بينها الصين ماليزيا سنغافوره اندونيسيا وتركيا وغيرها من من الدول التي استطاعت ان تخرج من ضيق من ضيق الفساد ومن ضيق الحكم الواحد ومن ضيق الشموليه الى سعه السوق الحره واقتصاد السوق الى التنميه الشامله والتنميه العادله والى غير ذلك هذا كله هذا كله هذه كلها مبررات وايضا ركائز تستند اليها حركه المجتمع السلم حركه المجتمع السلم ترتكز م. الى خبرتها ايضا ثراء خبرتها حركه المجتمع السلم هي من اقدم الاحزاب التي جاءت بها التعدديه الحزبيه في الجزائر م. في نهايه نهايه الثمانينات بالطبع ثراءنا ايضا في المجتمع المدني وعمل جمعياتنا واذرعنا الشبانيه وغيرها م. كما ان حركه مجتمع سن ما زالت الى حد ما زالت الى حد الساعه في 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 في, المعارضه من بين المبررات من بين المبررات ترشح الحركه برئيسها اولا ان الحركه عندها برنامجها م. برنامجها السياسي برنامجها الثقافي برنامجها الاقتصادي برنامجها الاجتماعي وموجود الان في كل كلمات رئيس الحركه في جميع الدباجات الموجوده في مشاريع في مشاريع المؤتمر القانون الاساسي والنظام الداخلي وغيره وفي كل لوائح المؤتمرات في جميع نقاشاتنا في المجال الشوري ولاية التي الاجزاء التي تعرض على الاعلام موجود 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 مشروع الحركه الحركة عندها رؤية لا آآ آآ هذا هذا لا يلغي ادوار الاخرين مثل ما تقدم الدكتور طاهر عبابا لا يلغي الادوار الاخرين ولكن احنا در درنا دراسه الساحه في التيار الاسلامي التيار المعارض الوضع السياسي الذي تقدمت به في ديباست في, في مقدمه هذه الحصه مه. الوضع السياسي الذي تعيشه البلاد تراجع بعض 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 الاساسيات الاساسيات المواطنه مثل حريه التعبير مثل زال لحد الساعه مازال انسان على فيسبوك راه يوقف قدام كل الجمهوريه مازال على فيسبوك راه يحكم عليه عليه بالسجن مه. احنا في حركه المجتمع السن حركه السماسن صوتنا مازال مرتفعا في هذه القضايا الاساسيه مه. قضايا يعني الحريات والمواطنه وحريه التعبير مشاكل تزوير تزوير الانتخابات ونزاهه الانتخابات والى غير ذلك اعطاء الدور الأدوار الكامله والتامه لمؤسسات الدوله المؤسسه التنفيذيه المؤسسه التشريعيه المؤسسه القضائيه يجب ان تقوم بادوارها الكامله مكافحه ومحاربه الفساد أوه. وما الى غير ذلك كل هذه كل هذه المبررات هي التي دعتنا الى تقديم مرشحنا الاستاذ حسني شريف عبد العالي رئيس حركه مجتمع السلم ليخوض ان شاء الله غمار الرئاسيات ونحن كما اسلف ذكر الدكتور طاهر على تمام الاستعداد نحن الان في اجراءات اتمام ملف الترشح من جمع التوقيعات وغيرها المناضلين على الان في الساحه على قدم وساق في موضوع جمع التوقيعات ومبقاش مبقاش ونعلن ان شاء الله يوم الاحد القادم ان شاء الله سوف يكون الاعلان الرسمي ان شاء الله على ترشح الحركه جميل في هذه المحطه إن شاء الله كان لنائب رئيس حركتكم احمد صدوق كان في لقاء مع محمد صرفي رئيس السلطه الوطنيه المستقله هذا اللقاء التشاور ما هو فحوى هذا اللقاء هناك مخاوف وتحفظات حركه حمص ازاء هذه الانتخابات بدايه ارجع للسؤال السابق واتي هذا استدركت نعم لا للسؤال هذا الذي طرح على أستاذ هشام دكتور نعم. هشام في المواقف السياسية هي مواقف أصلا تقع في منطقة خلافية يعني هي تقدير المواقف هي اجتهادات بشرية <applause> فلا يمكن ان احكم على فلان او علان بانه منافق او غير منافق، هي, من نعم هي تقدير مصطلحات سياسية هي تقدير للمواقف وبالتالي الحكم على الشيء قبل انت هذا الموضوع اخلاقي وسياسي سياسي، قضية نفاق وكذا نعم نعم انا قلت قبل قليل اننا نحترم موقف كل لانه هو يقدر موقفه وموضع موضع هذه الجهة ليس هو نفس موضع حركة مجتمع الاسلامي، لم هو نفس موضع الجهه الفلانيه مثلا م. ترى حركه مجتمع السلم ان لها من القدره ومن القوه ومن الانتشار ان تخوض انتخابات رئيسيه مثلا م. قد جهه اخرى لا ترى ترى انها ما مثلا لم تستعد ولا آه البرامج ولا غير هذا هذا آه لهم شانهم لهم شانهم هذا م. موقفهم فلا م. يمكن ان نرمي ناس بنفاق او عن هذا الامر فهذا الامر اجتهادي وما يمكن فيه الخلاف لا يكون في الانكار لا ننكر على بعضنا البعض بل نحترم بعض البعض كما قلت اللقاء للاستاذ نائب رئيس الحركه الاستاذ احمد صدوق مع رئيس السلطه المستقله الوطنيه كان هدفه التواصل و رفع بعض كذلك الملاحظات من التي فيها نوع من ما يعيق فيها نوع من الحرج لدى المواطنين مثل عدم توفير في البداية خاصة عدم توفير بعض الوسائل في انطلاق عملية التوقيعات كذلك كان ملاحظات اخرى تخص سير العام تخص طمانينة كذلك بصفتي حزب يدخل انتخابات يكون له تواصل في العملية من الجهة التي تشاور منظمة فكان هذا هو المحور هو طمانينة التشاور تواصل إعطاء ملاحظات ملاحظة أمور وكان لقاء يعني بنيت سؤالي مم. على المعطيات السابقة الانتخابات السابقة دائما حماس تشكي وتشوف روحها هي الضحية في كثير الانتخابات التشريعية والبلدية وغيرها نعم. ربما أن هناك انشغالات لكم ترفعوها نعم. ربما مش عارف تحفظات الفحوى لابد أن هناك شيء متعلق بهذه الانتخابات المسبقة كضمانات مثلا صحيح هو بالنسبة للسلطات العليا دائما تجد القوانين الموجودة مساعدة وتجد القوانين الموجودة راهي يمكن أن تحقق نتائج نزيهة ولكن لما نأتي للتطبيق في الميدان أوه. وفي الولايات لاحظ ملاحظات نحن لا نريد ان نلاحظ ملاحظات سلبيه ولكنها موجوده يعني ممكن تقول لي انتم كضحيه نحن فعلا ضحيه يعني نحن جئنا في الانتخابات السابقه فقط المحليه والبرلمانيه السابقه نحن وكان الأستاذ هشام رئيس مكتب ولائي، نحن سجلنا في محاضر رسمية شكاوى على التزوير، التزوير موجود يعني بشكل واضح وبالتالي لا, لا مع ذلك نحن نقاوم سياسيا، نحن لا نتوقف عن الانخراط في الانتخابات لأن من ما يكون من شأن الحزب أن يكون مستعد، م. أن تكون الآلة الانتخابية مستعدة، أن تكون الآلة الانتخابية متدربة لأن الانسحاب سهل، أن يعني أنسحب وأقاطع وأنهي الأمر هذا سهل وأمكث في بيتي وانتهى الأمر صح. ولكن لا يأتي بحل وبالتالي نحن عندما نقول هناك إشكالية تحدث عن الانتخابات السابقة نتمنى هذه ما يكونش فيها الأمر هذا وين؟ فهي فهي إشكاليات موثقة فيمر موثقه ورفعت بها شكاوى للجهات الرسميه وليس ادعاء والمواطن يعرف ذلك هل نحن مثلا قبلت بالدخول عليك ان لا تتكلم ولا تسجل ملاحظات لا ادخل واسجل ملاحظات وتكلم في كل المراحل ولذلك بدانا الملاحظات من الان في في جمع الاستمارات قلنا في البدايه خاصه الان هناك توفير للامكانيات العاديه في البدايه هناك مكاتب مخول لها المواطن يتصل به يلقاها مغلقه، أوه. يجد بعض الامكانيات المفروض توفر في المكاتب غير موجوده، لا أنا رأي ان شاء الله تسير العمليه بشيء افضل. فهذا كان محور اللقاء في الـ في الـ ارجع لسؤالك. نائب رئيس الحركه. نعم نائب الحركه. مع رئيس اللجنه المستقله. نعم، وان شاء الله تكون الامور في الانتخابات هذه افضل، ان شاء الله تكون افضل، نعم. استاذ هشام ما هي جاهزيه الحركه الان؟ لخوض غمار هذه المعركة التنافسية في الانتخابات المسبقة لابد أن هناك إعداد على مستوى المكاتب الولائية على مستوى آه الخطط التي تنظمها في خوض الحملة وأنتم على قريب باش ترشح آه. رئيس الحركة في هذه الانتخابات لابد أن هناك إعدادات كبيرة لمشروعكم آه ربما إقناع المواطن بمقتضيات المرحلة كما تحدثت عليها ربما لديكم الجديد في هذه الانتخابات تريد أن تشرحونه ما هي هذه الجاهزية وما مدى استعداداتكم لخوض هذه المعركة الحركة مدامها أخدمت على قرار المشاركة في الانتخابات الرئاسية فهي قادرة بإذن الله على إدارة حملة انتخابية ولو أن سوف يكون الظرف فيها صعبا نوعا ما بسبب المناخ والطقس التي سوف تكون هيك. في شهر اوت سبتمبر الحمله <applause> في حمله ستكون في شهر اوت والانتخابات سوف تكون يوم 7 سبتمبر. م -م. يعني آه ولكن الحركه هي يعني على اتم الاستعداد وقمنا هيئت قواعدها آه واستقبلت قواعدها القرار قرار الترشح بصدر رحب الان عمليه جمع التوقيعات مع الملاحظات التي ذكرها الدكتور الطاهر واغلبها كانت ملاحظات تقنيه في الحقيقه هي حول عدد المكاتب وحول انتظار المواطن لوقت وقت طويل حتى يتم اعتماد استمارته وعدم مم. عدم تكليف اعوان متخصصين او ذوي كفاءه في في موضوع في التعامل مع هذه المنصه ولكن لاحظنا, ولكن لاحظنا الحقيقه كانت المره هذه هي منصه والرقمنة يعني كادت الجانب التقني الجانب التقني مم. ادت بعد جيد وحنا على الواد لحد الساعه الامور تسير بسلاسه بسلاسه كبيره نرجع الى استعدادات الحركه، الحركه الان عندها كتله نيابيه معتبره في الحركه الان هي القوه الحزبيه الثانيه في المجلس الشعبي الوطني وايضا عندها كتله كتله منتخبين محليين تفوق ال منتخب مهي. كما أن مجموعه من المكا... متواجد الحركه منتشره متواجده في 58 ولايه الان في مكاتب ولايه وقمنا ايضا بتاسيس الولايات المنتدبه الجديده هذه السبعه الاخيره قمنا ايضا بتاسيس مكاتبها الولائيه في المقاطعات الاداريه المنتدبه كما ان مرشح الحركه وشخصيه ذو كاريزما وعنده عنده تجربه كبيره وكبيره جدا في النضال السياسي ك كعضو من الشعب سابق وكنائب في البرلمان ورئيس كتله نيابيه سابق لحركه مجتمع السلم عضو مكتب وطني لعهدتين وكان امينا للتنظيم والان تقلد قياده رئاسه الحركه وايضا هو مناضل كان 17 سنه عضو مكتب ولائي في لمسيلا منها سبع سنوات كان رئيس مكتب ولائي يعني الرجل يحمل ثراء كبير فيه وعنده اه تواصل كبير مع الكثير من الجهات شخصيه متوازنه اه الحركه سوف تركز على برنامجها تركز على البرنامج الذي سوف تقدمه للشعب خاصة الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي والجانب الحريات نحن م. نحن الحركة تدرك جيدا مفاصل الإشكالات التي القائمة في الجزائر وبقى على مستوى النوايا السياسية على مستوى؟ نوايا تتحدث الان يعني عن الاربعه عن الاليات تحدثت عن التقنيات مم. لابد لكم نوايا سياسيه ولا نوايا سياسيه لدى الاخرين هل هناك ثقه معناها في هذا الجانب احنا آه، نعم نحن نحن نتعامل في البدايه بما هو موجود مم. وربما زيارة الأستاذ أحمد صدوق الذي هو في نفس الوقت هو رئيس الكتلة النيابية للحركة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تدخل في هذا في هذا الإطار من أجل ضمان من أجل ضمان شفافية وأن تكون السلطة المستقلة لأن نجاح الانتخابات هو نجاح السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات أن تكون على مسافة واحدة مسافة واحدة من الجميع إلى حد الساعة ما نراه على مستوى في الساحه مم. هو تحرك حركه مجتمع السلم فقط مم. الى حد هذا الى حد هذا اليوم جمع التوقيعات في اغلب الولايات والبلديات هي هو نشاط لاعضاء حركه مجتمع السلم ولكننا مررنا بتجارب سابقه نحن نؤكد حتى لا نغوص كثيرا في نوايا الاخرين نحن نؤكد ان كان هناك نيه حقيقيه للجزائر الجديده مم. نحن نؤكد ان تكرار التجارب السابقه لن يخرج الجزائر من مازقها وان العناد والاصرار م. على تكرار التجارب السابقه سوف يجعلنا في مربع في مربع التخلف م. وهذا تحدثنا فيه سابقا ونؤكد عليه الان م. هذه فرصه 7 سبتمبر القادم هي فرصه وفي كل خمس سنوات تجدد الفرصه على السلطه القائمه بالامر وعلى المساندين للسلطه القائمه بالامر ان يجددوا ايضا النوايا وان يكونوا على مسافه واحده من الجميع لان الجزائر مثل ما قال الشيخ محفوظ نحن رحمه الله حررها جميع المخلصين ويبنيها جميع المخلصين والا فاننا نحن داخل حركه المجتمع السلم ان تكررت الممارسات السابقه سوف لن نتخلى عن نظامنا السياسي م. وعن مقاومتنا السياسيه جميل جدا اعود الدكتور طاهر فيما يخص المناخ السياسي الان ما قبل الانتخابات والقوى السياسيه التي بدات في نشاطها السياسي على المستوى كما كل الكتل السياسيه اليوم ما مدى استشرافكم وتقييمكم لهذا النشاط السياسي في ضوء حركة حمس للمستقبل هو مشجع ليس مشجعا الحركة السياسية بعد الركود المناخ السياسي الجو العام اليوم تكهناتكم فيما يخص عزوف في الانتخابات أو تكون هناك إقبال بالقوة ما مدى عمل الحركه في هذا الجانب حتى تنجح هذا هذا الحفل الانتخابي المنتظر. نعم. في ظل الاستعدادات كذلك نحن مباشره كان لنا هيئات جديده هي الهيئات الانتخابيه التي تاسست من الوطني الى اخر الى مكاتب الاحياء سموها وهذه الهيئات لها برامج دقيقه وهي تسير في جمع الاستمارات في تسجيل في قوائم الانتخابيه فلها برامج دقيقه واضحه وهذا نحن مستفيدون من تجاربنا الانتخابيه فنحن كما قلت مستعدون للامر هذا ويني وقد الان قد انقضى تاريخ التسجيلات وسجلنا اعداد معتبره جديده فنحن نسير وكذلك نحن نسير في جمع الاستمارات فنحن على جاهزيه وفي جاهزيه المناخ العام حقيقه كاننا نبدا الامر من جديد كاننا نبدا الممارسه السياسيه من جديد لانه نعم. نعم, نعم، كما ذكرت انت هناك ركود سياسي م. هذا الركود لكل ملاحظ منصف انه لم يطل حركه مجتمع السلم حيث بقيت حركه مجتمع السلم حاضره بنشاطاتها العديده والكثيره والتي لا تنقطع لان م. نحن ندرك أن العمل السياسي هو استمرار وأن العمل السياسي ليس فقط هو الموعد الانتخابي بل هو عبارة عن مجموعة من الأنشطة المتكاملة التي يكون فيها المناظر الحي بالنشاطات التي يكون فيها الالتقاء دوما وربما لو ترجع إلى صفحاتنا بناء ثقافة سياسية لدى لو ترجع إلى مل... صفحاتنا ومواقعنا تجد الأنشطة لا تنقطع مم. وهي أنشطة فعلية حقيقية فيها جماهير في رمضان مثلا نديروا افطار جماعي يمس جزء هام المجتمع من المجتمع وجزء من في العيد نلتقي في العيد ويكون هناك خطاب ويكون هناك توجيه فنحن كعمل كلقاء هي فاعمالنا الجماهيريه لا تنقطع هناك ركود في الساحه السياسيه نعم هناك ركود في الساحه السياسيه بفعلي وبسبب حاله الياس التي اصيب بها قطاع كبير من الجزائريين بعد حراك كبير دام لمده سنه كان ينتظر في حريات اكبر بكل صراحه كان ينتظر في حريات اكبر كان ينتظر في كنا نحن ننتظر في انخراط اكبر للجماهير الجزائريه في الساحه السياسيه هذا هناك عزوف فعلا من كثير من طبقات الشعب عن الجانب السياسي هذا العزوف هل, نعم. هل هل شاركتم في حلحلة الواقع تحكي عليها الياس وغيرها انتم كحركه مع السلطه مشاركه مع السلطه حوار مع السلطه عميق حوار وطني حوار سياسي عميق في حلحلة الامور ودفع القضيه الى اليوم نشوف رئيس الجمهوريه هو اللي حرك الساحه السياسيه ودعا الاحزاب هو أعلن عن عن الانتخابات هذه مش تحركت اذا الحاله السياسيه الميؤوس منها اعتقد حتى الاحزاب اللي شاركت فيها بعدم ربما طرح افكارها بعدم مبادرات ربما هل كانت لديكم انتم مثلا رسائل او كانت لديكم مبادرات لحل حالة هذه الامور على مستوى حركتكم؟ سؤال لان جميع نعم نعم يعني. حتى لا نظلم الساحه السياسيه بعد الحراك كان هناك احزاب طرحت فكره الالتقاء وفكره التشاور فكان وكذلك رئيس الجمهوريه استدعى الاحزاب وكان اشهرها اللقاء الاخير وكذلك كانت لنا زيارات نحن متعدله رئيس الجمهوريه فنحن في تواصل قلت مع الجميع وننشد الانسجام مع الجميع لان التغيير يبدو بالانسجام وليست نحن عندما نقول نحن في المعارضه ليست معارضه من اجل المعارضه. فأحب حبي يقول معارضه مشاريع وتوجهات بالعكس نحن مثلا في المرحله الاخيره لان موقف السلطه الجزائريه كان موقفا متقدما ومشرفا في القضيه الفلسطينيه كنا سند وكنا ندعم هذا الموقف مم. ونحن الموقف هذا كان موقف شعبي سلطة باكرة. كان موقف واحد ومتحد لا يختلف عليه اثنان ولا يتناطح فيها كبشان نعم. قضية الفلسطينية هي قضية الجميع قضية المواطن والسلطة موقف واحد موحد في معروف في بعض الدول العربية والمسلمة نحكي على الجزائر نحكي على لا 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 في بعض على الدول العربية والمسلمة تجد السلطات تخالف مشاعر المواطنين وتخالف مواقف المواطنين هذا شيء جميل نعم. ولذلك نحن نثمن هذا الموقف اللي يكون فيه التحام وليكون يكون فيه تقارب ونحن عندنا شعار من قديم نقول محسن احسن م. ونتعاون على الخير وليس المقصود هو ان نسجل على بعضنا نقاط او اخره بقدر ما نريد بالحاله ان تتقدم هناك حتى ارجع للسؤال والاتي في هذا الكلام نعم هناك نقص في الحريات كما ذكر الأستاذ الآن هناك ناس تقف أمام القضاء لأنه كتب في فيسبوك وغيره فهذا النقص في الحريات وهذا النقص في التعاطي السياسي سببه من بين أسباب هذا الأمر هو النقص الديمقراطية لها مناخ, ربما لها مناخ ربما ديمقراطية ليست وسائل نحدد في النقطة هذه ربما نشوف رأي حزبكم في او حركتكم في هذا الموقف في قضيه المساس بالحريات لان هناك من تجاوز ربما اصبح يشكل خطر على الدوله وعلى امن الدوله لما يتعامل مع شخصيات مشكوك فيها ومعروفه وتتعامل مع مخابرات خارجيه ويتامر مهما سربت معلومات ومهما قلت فهو نوع من التامر عن الدوله تاعك أعتقد على المستوى الداخل ما كان يكون فيه دليل على ذلك احنا قناه ونتحدث ونتحدث الان عن الحريات وعن كل شيء على المستوى الداخل هذه مكفوله الحريات اعتقد لما تمس الامور أمور الخارج والتامر على الدوله وعملاء الامس الموجودين الان مع المخابرات على المخزن ومخابرات فرنسا ومخابرات ويحب يشوشوا على الجزائريين ويشككوا في طاقه الجزائريين وفي تحولاتهم اعتقد انكم شاركون الراي للدولة الدوله عندها حق الان لما تصدر هؤلاء وتحكم عليهم وتحاسبهم وتقضيهم لانها قضيه بمساس بامن الدوله صح. حقيقه لا هو ليس ليس هذا الموضوع حتى الحرية دائما حتى الحرية لو تفتح فهي بخط موازي مع المسؤولية أكيد لا ليس أكيد بل... ليس بل... أكيد و... وماذا يفيد انت في الموضوع هذا حساس ومتحدثش أه نعم فيه بصفة عامة نعم, خصص نعم. نعم. الموضوع. صحيح جميل ماذا يفيد انت تكلمت في الخارج ولم يكن لي نضال مستديم مستمر وطرح بدائل وطرح برامج وطرح داخلية نعم. جميل جدا ماذا يفيد نحن عن مستوى حزبك على عن مستوى مؤسسات المنتخب نعم. نعم. نحن موجودون في الداخل جميل موجودون جميل. في الداخل ونتحدث في الداخل لكن لو تنزل للشارع نعم هناك انخفاض مستوى الحرية م. مثلا نحن طالبنا في حركة مجتمع سلم بأن تفتح المجال للمسيرات التي تعبر عن الدعم للقضية الفلسطينية الفلسطيني الآن الفلسطيني الذي يعاني هذا الضغط الرهيب من قوى العالم كلها لما يشوف وقفات من أجله لما يشوف عالم الحر يقف من أجله فهذا عامل معنوي مساعد جدا للعملية الأمر الآخر اعتقد فيه تجمعات وكانت فيه مسيرات وقفات احنا غطينا مسيرات وغطينا وقفات حركه طالبت طالبت بمسيرات ووقفات تؤطرها يؤطرها المجتمع المدني والاحزاب وهذا الامر مازال لحد الساعه ما مازال محط نقاش بين الحركه والسلطه هذه النقطه النقطه الثانيه نحن ندين نحن ندين كل من يتهجم على وطنه أو نعم. من يمد يده لأعداء الوطن وهو خلف الحدود في الخارج أو داخل الحدود نعم. هذا هذه لا اختلف فيها اثنان أستاذ ولكن لابد لا يجب أن تتخذ هذه ذريعة لتلك م. لتقييد الحريات الأخرى الأساسية الموجودة هنا م. الآن نحن لما, لما لما نتكلم لسنا نتكلم على هؤلاء م. لأن من بين ضحايا هؤلاء الحركة الشماسة والتيار الإسلامي عموما م. هذه 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 لا يختلف فيها اثنان انما نحن نتكلم على الحريات الاساسيه التي يجب ان تكون داخل الوطن الواحد الان مثلا مشاكل التنميه الان وخاصه مناطق الجنوب لما نتحدث الآن عن مشاكل التنميه ومناطق الجنوب على قضيه التمييز بين بين المناطق والان هذا القانون المنع التصوير ومنع تصوير المستشفيات ومنع التعبير عن كذا ومنع التعبير عن كذا هذا م. كله نعتبره تقييد الحريات يا يعني اما ان توفر للمواطن العيش الكريم وتوفر له ما يلزمه ما يلزمه م. لممارسه حياته اليوميه او ان تتركه ان يعبر عن رايه ويوصل صوته هذه هذا نحن الذي نتحدث عليه هو ما يدور داخل الوطن اما تتحدث عن التوازن جهوي. اما يعني. من دون اما من دوني أنا اما من غير هذا فنحن متفقون فيه قضيه العماله للخارج انت انت يجب ان لا ننسى الناس ان حركه مجتمع السلم في النهايه احنا جزائريين كيما الناس احنا دفعنا 500 شهيد في في, في احداث التسعينيات وهذا, وهذا ليس منا على, على باقي الشعب الجزائري وانما هذا اثباتا على انتمائنا لهذا الشعب وعلى اننا نعيش بين ثنايا هذا الشعب وهذا الوطن هذا الوطن ولتشوف انت الاقل الان الاقل تواجدا الأقل تعاملا مع مع الخارج وسفرا بلا حركة مجتمع السلم في التسعينات في التسعينات ولا قيادي من حركة مجتمع السلم راح للخارج ولا قيادي واحد ابتداء من الشيخ محفوظ نحن عليه رحمه الله الى اخر مناظر في حركه مجتمع السلم قعدنا هنا في 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 بيوتنا ملازمين لاماكننا وملازمين ايضا لنضالنا ورافعين ورافعين لكلمتنا وصوتنا نعم. وهذا التاريخ يحكي مش احنا لان. هذا اصبح داخل الان في اطار التاريخ التاريخ يحكي على ذلك والحركه في ذلك في العشريه فقدت من خيره ابناء وما نزيدش نذكر بوسلماني. لك الشيخ نعم. وما نزيدش عليه رحمه الله مم. هذا هذا المقصود استاذ احمد من من الموضوع الاخر لانه احنا لا يجب ان يكون التعامل مع الخارج فزاع الان لتكبيل الجميع واضح هذا واضح, واضح, واضح. آه. في مخص اليوم آه الانتعاش الاقتصادي والنهضه الفلاحيه الكبرى شاهدناها في الجنوب وكيف تقيمون او تنظرون انتم كحركه آه لهذا هذه الاتفاقيات ومشروع السكه الحديديه مشروع جبيلات هذه الحركه الاقتصاديه الواعده اليوم آه كيف تقيمونها في في كل وكيف تثمنونها في, في كل شوف استاذ احمد في كل برامج الحركه السابقه في جميع برامجها من من ايام ترشح الشيخ المؤسس محفوظ نحنا رحمة, رحمه الله عليه الى اخر مؤتمر الحركه تدعو الى فتح فتح الاستثمار الى تعديل تهيئه المناخ الاستثماري والى استغلال الموارد الكبيره والضخمه التي تمتلكها الجزائر حتى تكون الجزائر قوه اقليميه حقيقيه الجزائر تستطيع نحن شاركنا في ندوات ودورات داخل الوطن وخارج الوطن ودرسنا خاصه في في اطار التخصص درسنا لماذا طرحت هذا السؤال؟ لان الكثير من القوى السياسيه الذين مروا في هذا البلاطو يقول لك نحن نرشح رئيس الجمهوريه ليه؟ لانه قام وعمل واليوم رقيب مشروع وبالتالي اكمالا لهذه المسيره نعطوه فرصه ثانيه في عهده ثانيه حتى يواصل هذه المسيره وهذا النجاح على المستوى الاقتصادي هل انتم مع هذه الفكره ام لا؟ او لكم تقييم اخر؟ نحن ترشحنا يا سي احمد. ايوه <applause> <applause> الان ترشحنا. على المستوى المسيره. نحن ترشحنا. المسيره المسيره القايمه الان هذه النهضه الاقتصاديه مثل ما وهذه ما. الهبه الاقتصاديه. مثل ما قال الدكتور طار نحن نقول و... آه... لمن احسن احسنت ولمن اساء نعم لمن اساء اسات ولكن انا ولكن نقول ايضا ان مسار التنميه ومسار النهضه الجزائريه ما زال طويلا. مازال بشكل عام انا حددت لك. أني جايك نعم. آني جايك المشروع اللي قايم به رئيس الجمهوريه أنا الان على مستوى الاستثمار الفلاحي في الجنوب على مستوى ال ال او العقد ربما معاهدات مع شركات صينيه واوروبيه واستثمار اليوم في التصنيع في في المعادن في كثير من. جيد. الامور كيف جيد. تقيمون جيد. هذه الحركه؟ ف... اظن لازم نفرقوا بين الكلام. وبين الاعلام أيوة. وبين الواقع جميل. لما يصبح هذا امر واقع يعني نعده من الحسنات. جميل لو نراجع طيات تاريخ الصحافه وفي الاعلام سنجد ان كثير من الشركات اتت وكثير من ال... لكن الواقع غير ذلك. يوم المواطن راه يبحث عن سياره لا يجدها جديد. راه واقف يدير طلب عن سياره صينيه ست شهور وما يجيش. فالكلام شيء وما يسطر وما تزين به الصحف شيء والواقع امر اخر أطلعونا على واقع فيه انجازات وفيه مصانع وفيه الفلاحه في الجنوب تجد الفلاح يكدح ويقاوم هذه الطبيعه القاسيه الشديده ونحن في 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 ولايه الوادي يقولون لك الفلاح سبق الاداره يكفي من الجمله كيف الفلاح يسبق الاداره او يسبق الدوله اين هي الطرق الكثيره الممتده الطرق الطرق الفلاحيه الممتده اين هي فهناك فرق بين ان نقول ان نقول ان نكتب وبين الواقع نحن نتمنى ان الواقع مش موجود الان فيها في فيها كهرباء فلاحيه وفي مسالك فلاحيه ربما غير كافيه هذا شيء اخر اما فيها لا لا هي ابدا لا ترقى ولك ان ترجع الى المجالس الرسميه التي أوه. تقيم العمليه هي ابدا لا ترقى الى معدل في متابعه ومرافقه الفلاح أوه. الواد لها, لها من الامكانيات ما يغني الوطن كل صدر مع ذلك لا تجد المواكبه والمتابعه سواء بالطرق او توفير المياه او غيرها بالشكل بالشكل المعدل لا, لا, لا طبعا لا نقول الشيء القليل نعده كثيرا فبالتالي هناك فرق بين الواقع بالواقع المعاش وبين ان نزين الكلام الحضاره والتقدم لا يبنى بكلام هكذا مرسل بل نحن في واقع دقيق يبنى على الارقام يعني هذا موقف الحركه من ما قيل عن التنميه وعن التطور وعن و... النهضة هذه سي احمد موقف الحركه سوف لان الحركة مشاركه هنا موقف في المجالس الولائيه موقف والبلديه موقف الحركة في كل مؤسسات موقف الحركة, الحركة آه موقف الحركه سوف تكتشفونه ان شاء الله في الحمله الانتخابيه نحن نعد برنامجا ونعد مفاتيح هذا الخطاب ان شاء الله سوف تكتشفون موقف الحركه مفصلا في كل ما في, في القضايا كل ما تقدمتوه في القضية التنمويه ولكن عندنا ملاحظه سي احمد تفضل نحن داخل الحركه نعلم يقينا انه لا يكون هناك تنميه ولا تقدم وتطور اقتصادي ولا انتشار او هيكل للبنيه التحتيه من دون محاربه حقيقيه واراده سياسيه لمحاربه حقيقيه للفساد المشكله للجزائر ان الفساد يقف امام كل النجاحات للاسف الشديد وهذا هو الاطار الاول اين تحددون هذا الفساد الفساد في البيروقراطيه في في, الإدارة في ما نراه لحد الساعه في من توقيف في الاداره في الاداره في بالضبط بالضبط بالطبع في في, في 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 الاداره ما زلنا لحد الساعه ما نراه لحد الساعه من توقيف لكبار المسؤولين ومحاكمتهم وادخالهم وادخالهم للسجون وما الى غير ذلك ايضا ما يعانيه الان المستثمرين انت تشوف تشوف الواقع الان شباب شبابنا لوين متجهين يا اما الهجره الغير شرعيه اما لبيع الحبوب المهلوسه وكل هذا بسبب انغلاق الافق انغلاق الافق في 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 اطار البحث عن عن عمل والبحث عن وظيفه القطاع الخاص الان يعاني، امكانيه الجزائر اكثر بكثير من هذا، امكان الجزائر تستطيع ان تكون رائده في شمال افريقيا، بل انها تستطيع ان تكون رائد رائده في افريقيا لما تمتلكه من من امكانات، ولكن نرى لحد الساعه ان المواطن ما زال يعاني البيروقراطيه، ما زالت المشاريع تعاني التاخير، ما زال الكثير من القضايا التي نوقشت سابقا لحد الساعه لم توضع لم توضع حجر اساسها. كثير من القضايا البنيه التحتيه للجزائر البنيه التحتيه الموجوده الان في الجزائر لا تمكنها من ان تكون دوله رائده اقتصاديه حبينا ولا كرهنا هذا بالارقام بالارقام والاحصائيات المناخ الان المناخ قانون النقد والقرض مناخ الاستثمار ايضا الموجود الان في الجزائر عمليات الاستيراد والتصدير، الإجراءات البنكية، الإجراءات الجمركية لحد الساعة لا ترقى أن تكون الجزائر رائدة أو قطبا تجاريا أو قطبا سياحيا. الحق الواقع, الواقع وقع واقع. كت... وقع كت... وقع واقع قطاع السياحة الآن. ما زلنا لحد الساعة كي بكالوريا البكالوريا نقطع على الانترنت أسبوع كامل أسبوع كامل راهي قادرة في لو كان في أوروبا والأمريكا يدخلوا في أزمة اقتصادية لو كان عليهم الانترنت أسبوع كامل يدخلوا في أزمة اقتصادية خانقة مازال الآن وقع تحويل تحويل الأموال الخارج تحويلها دخولا دخول أو خروجا مازال كيفاش تتحدث على على حركة تجارية وعلى تجارة خارجية من دون من من دون من تطبيقات تذكر وكذا من, دون, من, دون, من دون, 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 دون دخول وخروج الاموال او تنقل او حريه في تنقل نقطة الاموال الواقع الاقتصادي واقع واقع, علمي واقع 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 ايضا بالارقام وبالاحصائيات ماهوش واقع عاطفي او شعبوي الان لما يتحدث على المجال الاقتصادي والمجال السياسي والمجال الاجتماعي على المنظومه منظومه التربويه اولادنا ما يعانوا الان في الكون تراجع تراجع كبير في النتائج الدراسيه تراجع كبير في المستوى ذات العلمي في المستوى العلمي داخل الجامعات او داخل الثانويات او داخل المتوسطات او داخل ابتدائي اولادنا اولادنا نحسوها في اولادنا انت تحسها في ولدك وهذا, وهذا وهذا في نقطه تحدثت عليها قبل في مخصص التنميه تنميه المناطق وفي التقسيم الاداري الجديد الان تحدثت ان هناك ظلم للجنوب اكيد في مخص المشاريع في مخصص ولايه كما الواد مثلا ربما ولايه مليونيه بلديتها ربما في حاجه الى تقسيم اداري احنا اخذنا بل بلديه عدد سكانها 300 الف ساكن احنا احمد احنا سح اخذنا من التعدديه والديمقراطيه والنظام الاداري الجديد الاسم فقط ما زال تخطيط مركزي ما زال التسيير مركزي ما زال كل شيء ما زال الذي يفكر يعيش في منطقه ولا يعرف واقع المناطق الاخرى البعيده مازال وهذا هو, هو, هو الاصل هذا هذا اللي الذي لابد ان يكون محورا محورا في برنامج في برنامج انتخابي ليه هي عليش عليش حدثت عليك هذا سي علي ديدي وش يقول؟ ايوه من منبر التحرير نطلب كل الفاعلين السياسيين والمنتخبين بالوادي المرافعه من اجل تقسيم اداري جديد عادل لبلديه الوادي الى ثلاثه او اربع بلديات حتى تتحكم المجالس البلديه في التنميه مستحيل مكتب بلدي واحد مجلس بلدي هو مجلس يقدر يسير البلديه بحجم بلديه الوادي فعلا فأنت كسبت حتى لا فعلا صحيح فعلا صحيح كبيرة. كبيرة. صحيح كبيرة. النقص الكبير في الميزانيات مم. النقص الكبير ايضا شفنا في ولايات ت... فيها 57 ولايه وهي اقل و... من نعم. حسب ولايه الواد نعم في عدد نعم فيها 57 بلديه تقصد و... فيها حتى تفوت 60 بلديه إيه؟ نعم وهي اقل وقل... وهي أقل... اقل مساحه من من اقل عدد من, من الولايات الواد و... وربما حتى من عدد حتى مقارنه السكان, السكان. دائره الكرت قبل ما تكون ولايه كانت فيها في قلب المدينه فيها ثلاثه بلديات كمان التسيير حنا عندنا مشكل كبير حنا نتعاملوا مع مشكل الحدود بالمقاربه الامنيه نتعاملوا مع التنميه داخل الوطن ما التنميه التنميه الاجتماعيه والتنميه البشريه بال 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 بالمقاربه الاداريه يا إيه وين المقاربه الاقتصاديه وين المقاربه الاجتماعيه وين المقاربه السياسيه وين المقاربه الدينيه اللي ندخلوا فيها الزوايا وندخلوا فيها الشيوخ وندخلوا فيها امتداداتنا امتداداتنا في الاقليم وين كلها غيبة صحيح كلها غايبه ما زال العمل نمطي المشعل من 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 سلطة تسلمه الى سلطه اخرى بنفس النمط بنفس الاسلوب الذي عاشه الناس في في سنوات الثمانينات القرن الماضي للاسف الشديد بينما الان رانا في عالم الرقمنه في عالم اللامركزيه في الاداره في عالم في عالم الـ في عالم التنمية البشرية م. التنمية البشرية ما نحكي التنمية البشرية هذه تاع المدربين نحكي التنمية البشرية كمؤشر م. كمؤشر اقتصادي مؤشر تنموي ولكن كل هذه المشاريع التي تتحدث عليها لا أستطيع إن لم تكن هناك مقاربة أمنية لما لا, لا لما, نتحدث لا عن الأمن في بلادنا اليوم بلادنا مهددة اليوم نعم. آه وانت ذكرت الإقليم وذكرت خلي مواقف الجزائر خلت العالم سي احمد سي خليني لك ونشرح لك وش تقصد بالمقاربه الامنيه مثلا المناطق الحدوديه كما كيما الواد مثلا الواد لابد ان تستهدف بمشاريع تنمويه كبيره حتى نقضي من بينه من بين الحلول انت يعني هذه مقاربه امنيه هذه مقاربه اقتصاديه تنمويه جايك صح اوليو احنا اولادنا الان اللي راهو يروح يجيب الحبوب المهلوسه راه يهزو دخلوه الحبس خسروا والديه خسروا والديه في في, في. احنا احنا المشكل الان شبابنا شوف المشكل الذي يترتب عن بيع المهلوسات مثلا هذه وانتشار هذا انتشار رهيب نعطيك مثلا من بين من بين اضرارها من بين اضرارها ان المجتمع والشباب بالذات يفقد قيمه العمل شوف المجتمع الشعوب اذا قيمة اذا فقدت قيمه العمل كبر عليها صحيح. كبر عليها اربعا وهذا نشاهدوه الان شبابنا الان يعني. شبابنا الان يحوس اليوم يبيع كرتونه فيها 40 سنتيم ومش عارف 30 سنتيم كذا يدي فيها عشرات الملايين ولا مئات الملايين وانتهى ويصبح هذا هو الشغل الشاغل ويصبح هذا القدوه الموجود الان في الميدان باه سياره فخمه باه سكن فخم باه يحوس ويدور العالم وهذا حتى يحج. من من دون <applause> من دون عمل من دون عمل من بين المقاربات على عكس الثقافه اللي كانت سائده في بلادنا اليوم, ي... اليوم احنا اليوم احنا نروح نتبعوا الم... بين المقاربات المساعده المقرب الأمني وحنا م. الامن هذا احنا كل شيء نطيحوا على رؤوسهم كل شيء تاع على رؤوسهم إذا هذه آفات اجتماعية على روسهم، إذا مشكل مشكل استراتيجي تاع السياسة وكذا على روسهم، إذا مشكل الإقليم على روسهم، لا احنا على ما نساعدوهمش، احنا ك... الآن ك... كإطارات داخل الدولة وكأبناء قررتنا الجامعة وكونتنا على ما نساعدوهمش. احنا الان كاطارات داخل الدوله وكابناء قررتنا الجامعه وكونتنا علي ما انت تحدثت عن المقاربة لا. الاجتماعية. خليني نكمل لك المقاربة ايه. اقتصادية وتنموية واجتماعية. اوه. نعاونوا بها نساعدوا بها الأمن، مثلا المناطق الحدودية في والولايات الحدودية، لابد أن تستهدف بمشاريع تنموية جادة وحقيقية القطاع الخاص. لابد ان يدعم في هذه المناطق حتى الشباب يتحصل على على وظيفه كريمه لان كاين الناس لو كان يلقى وظيفه يعيش منها يسترزق منها يتزوج منها يبني منها حتى حتى دار حتى ما يروحش لهذا الطريق حتى ما يروحش التقسيم الاداري مهم جدا في فك هذه التكتلات البشريه الكبرى صحيح بلديه بحاجه 300 صحيح. 300 الف ساعد على العيش على اكبر من ولايات فعلا وجدت في في بلديه نعم. واحده سبحان الله كيفاش راح نتحكم في التنميه وحلاصه احمد بهذه الاداره اللي... اي وحلاصه احمد كاين تجارب وقعت في العالم في دولنا نستفيد منها كاين تجارب خاصه في المناطق الحدوديه مم. كانت تجارب دول تعانت من التهريب وعانوا حتى من تهريب البشر واستطاعوا بمقاربه اقتصاديه تنمويه من خلال من خلال تاسيس مناطق حره واسواق حره جميل استطاعوا أن, يقض... ان يقضوا, على هذه الافه تماما اذا دون من المقاربه المقاربه الامنيه في منظور حركه حمص هي مقاربه اجتماعيه اقتصاديه بالدرجة بالضبط حتى بالضبط. نؤمن هذا المواطن لا حتى لا يلجا الى هذه المخاطر ثقافي ثقافيه دينيه نعم نعم. ذلك. نعم نعم جميل تربويه اخلاقيه سلوكيه وصلنا قيميه وصلنا الى نهايه الحلقه وشيء جميل الحديث معكم ذو الشجون واشكركم على حضوركم معنا في هذا اليوم الخاص بحركه حمص وقراءتها ورؤيتها للسياسه المستقبلية في الجزائر والحراك السياسي والانتخابات التشريعية كانت لكم وجهات نظر رئاسية كانت لكم وجهات نظر مخالفة نوعا ما إلى حد هذا شيء طبيعي لا. مع حساسية سياسية أخرى احنا مترشحين احمد ما شاء الله <applause> الاخرين مش مترشحين حاجه الخلاف و... <applause> اختلاف في مرشحين مرشح, <applause> مرشح. بالقسم آه مجازم. نعم نعم وما القوائم الحق لحد الان آه كلها مشاريع ترشح مشاريع مش 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 ترشح مش كلمه لكل منكم نبدا بك سيد سي رئيس الحركه كلمه تبين وجهه نظر حمص لهذه الانتخابات ورساله موجهه الى قواكم السياسيه والى آه ربما قاعدتكم النضاليه آه ومقاربتكم السياسيه لهذه في آه في موجز ان شاء الله. آه بدايه اشكر الاستاذ احمد ديدي على هذه الاستضافه في قناه التحرير في هذه الحصه. آه كلامي هو انه الياس والانسحاب لا يبني وطنا ولا يؤسس لسياسه بل مطلوب منا دوما ان نبذل الجهد وان نقاوم اوضاعنا كل الدول انما بنيت وتطورت بمجهودات عريقه وبتاريخ من النضال فلا ننسحب من الساحه السياسيه، الانسحاب لا ياتي بحلول ولذلك نحن نترشح ونحن حاضرون ونحن ان شاء الله مستعدون لهذه الانتخابات وستكون لنا كلمتنا وستكون لنا بصمه في هذه الانتخابات وبصمه في الوطن نحن اصحاب تجربه سابقه علينا ان نستثمرها نحن نمثل طيفا وعمقا من الشعب الجزائري نحن كثير من المواطن يرانا املا ونحن لن ناخذ له وسنكون ان شاء الله امل نحن نتعاون مع الجميع، ننسجم مع الجميع، نحن نعيش بخلق التواضع والتواصل مع الجميع ونعى تماما ان المقوله التي ذكرت الجزائر حررها جميع المخلصين ويبنيها جميع المخلصين وان شاء الله بالتوفيق للجميع اشكر مجددا الاستاذ احمد ديدي على عشان. هذه الحصه استاذ هشام لك شرف الكلمه الاخيره بارك الله فيك سي على هذه الاستضافه اشكر من خلالك ايضا القناه مره اخرى على فتح هذا الفضاء كلمة الأخيرة أنه كل يملك حظ عنده الحظوظ كل يملك برامج ويملك عنده أهداف ما هي حظوظ الحركة في هذه الحركة؟ ستكون جيدة إن شاء الله كل عنده برامج وكل عنده أهداف وكل عنده أفكار المشكلة الانسحابية والانهزامية لا يمكن أبداً أن تصنع التغيير إن كنا حقيقة أن... أن نناشد التغيير فعلينا النزول إلى الميدان العمل وساحة النضال تلتقي الأفكار وتتكامل بإذن الله كل بفكرته يصل بإذن الله كل الوطن هذا نقول لك الشيخ أحمد قلتها في منذ قليل ونعيدها الآن الوطن هذا يحتاج الجميع يحتاج الجميع ومن دون الجميع لن يعني يتقدم شيء بارك الله فيكم مرة أخرى أشكركم جزيلا شكرا على مشاركتكم و... شكرا. ما طرحتموه من افكار وآراء اسئلتنا ربما قد تكون مستفزه قليلا لكن من الاهداف من اجل اثراء هذا الحوار ومعرفه وجهات نظركم الحقيقيه السياسيه آه ان شاء الله بارك الله فيك استفزاز هو ليخليها يعطيها الطعم جميل جدا وكما ذكرت حركه حماس هي حركه اساسيه في المشهد السياسي الجزائري لها ما لها وعليها ما عليها كباقي الاحزاب و ربما لا تحلو الانتخابات الجزائريه بدون حمص وبدون الأفلام بدون, بدون لرندي بدون كل القوى السياسيه التي تمثل الحساسيات السياسيه لهذه البلاد والتي اكيد آه هي في خدمه البلاد وفي تطوير البلاد ونواياها دائما ان شاء الله آه تكون ان شاء الله محل اجماع وطني وربما نبحث دائما على تلك المنافسه الشريفه المنافسه التي تبني وليست المنافسه التي تعارض لاجل المعارضه وهذا هو واقع سياسي حتى نضمن هذه المسيره السياسيه وننجحها في ظل هذا الخضم المتلاطم من الصراعات الدوليه والتي باسم الديمقراطيه تفتك بالشعوب وباسم الديمقراطيه تحتل شعوب وباسم الديمقراطيه تستغل شعوب فيجب ان نكون واعيين لهذه المرحله سواء كنا في المعارضه او كنا داخل السلطه فكلنا داخل دولة اسمها دولة الجزائر التي تسعى الجميع ويخدمها الجميع أشكركم لألف مرة كما أشكر الذين شاركونا على مستوى الصفحة مقترحاتهم ورأيهم ولا أنسى كابيلو في المرافقة التقنية هذا أحمد ديدي يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته